مشاهدينا الكرام، للاطلاع ميدانيا على احوال المحافظات العراقيه وكذلك مدن ومحافظات اقليم كردستان، ينضم الينا اولا من العاصمه الاتحاديه بغداد احمد فيلي. اهلا بك احمد، مساء الخير عليك. اطلعنا على اخر المستجدات والاجراءات لمواجهه كورونا وباقي الاوضاع الامنيه او السياسيه، تفضل. نعم لك شكر زميلي محمد ومساء الخير. يعني كما تبين الصورة، الزحامات اليوم خانقة في العاصمة بغداد بالتزامن مع تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء كورونا. هذه المرة كانت 66 حالة إصابة كحصيلة إجمالية لجميع المحافظات العراقية، أكثر من نصف هذه الحصيلة في العاصمة بغداد، 35 حالة إصابة جديدة في العاصمة، وهي استمرار لارتفاع معدل الإصابات تحديدا داخل العاصمة، خصوصا منذ رفع حظر التجوال الوقائي الجزئي إلى هذه اللحظة. 35 حالة إصابة موزعة كالتالي: 17 حالة في جانب الرصافة، 11 حالة في جانب الكرخ، وثماني حالات في مدينة الطيب، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد إصابات في العاصمة بغداد إلى 612 حالة إصابة من مجموع 2218 حالة إصابة. إذن يعني هنالك زيادة في عدد الإصابات ونسبة الإصابات في العاصمة بغداد، بل تخطت حتى الحاجز 25% من مجموع الإصابات الكلي لجميع المحافظات العراقية. ومع ذلك هنالك زحامات، هنالك عدم التزام، الكل يخرج إلى الشارع، لا أحد يلتزم، وهذا شيء مؤسف بالإجراءات السلامة والإرشاد والصحة العالمية، بالوضع بدايات للتباعد الاجتماعي وعدم المخالطة، وأيضا حتى طريقة التحية والسلام يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أن الفيروس هو أيضا يمر أو ينتقل عبر العدوى أو الملامسة المباشرة. لذلك يعني هنالك أيضا تخوف من أن تكون هنالك عدة إصابات أخرى تظهر بعد حين، باعتبار أن فترة حضانة للفيروس هي 14 يوما، وبذلك هنالك توقعات من قبل المختصين وأطباء أن الأسبوع المقبل قد يشهد زيادة عدد الإصابات إذا لم تتخذ الجهات المختصة تدابير معينة لتقليل هذا الزخم الحاصل في العاصمة. نحن في منطقة كرادة، والصور قد تظهر مدى الزحامات الموجودة في العاصمة بغداد، خصوصا هذه الأيام بعد يومين من الحظر، يومي الجمعة والسبت المفروض من قبل خلية الأزمة، ولكن في هذه الأيام هنالك حركة كبيرة غير مسبوقة في الشارع، بعكس السنوات الماضية عندما يكون شهر رمضان المبارك تكون هنالك حركة قليلة في الشارع البغدادي تحديدا. على المستوى السياسي محمد، يعني يوم أمس رئيس مجلس النواب قد أوعز للسادة النواب بالحضور يوم الاثنين إلى العاصمة بغداد من أجل تحديد جلسة نيابية يتم بموجبها التصويت على منح الثقة للحكومة، لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من عدمه، وأيضا تخصيص طائرات نقل معينة لنقل النواب من جميع المحافظات العراقية إلى العاصمة بغداد، وهذا أيضا يوم غد. وهنالك توقعات بأن يتم تمرير الحكومة الحالية، وسط أيضا توقعات أخرى وإن كانت بصورة أقل أنها لن تحظى بالثقة باعتبارها أنها لا تلبي طموحات الشعب العراقي، خصوصا الحراك الشعبي في ساحة التحرير وساحات الأخرى في جميع المحافظات العراقية. نعم محمد. أحمد فيلي، شكرا جزيلا لك، كنت معي مباشرة من العاصمة الاتحادية بغداد. وإلى مدينة أكري، حيث تستمر الإجراءات الوقائية لبقاء المدينة خالية من الإصابات. معنا من هناك مراسلنا محمد هركي. أهلا بك محمد، هل لك أن تطلعني على آخر تطورات الأوضاع في مدينة أكري؟ نعم، تحية طيبة لجميع مشاهدي شاشة زاغروس تي في. حديثنا اليوم هنا في مدينة أكري عن فيروس كورونا الذي كان بعيدا كل البعد عن مدينة أكري منذ يوم الأول، وحتى يومنا هذا لا توجد أي إصابة في مدينة أكري. الآن سنتحدث عن الحجر الصحي هنا في مدينة أكري مع الدكتور صالح مصطفى. دكتور، لو تتفضل معنا بداية، أرحب بك في شاشة زاغروس، لو تتحدث لنا عن الحجر الصحي هنا في مدينة أكري
وأيضا عدد الأشخاص المتواجدين فيه. شكرا لزيارتكم. بالنسبة لمرض الكورونا بالبداية ما كان عندنا حجر صحي بعقرة، فكنا مجبورين أن ندس الحالات الملامسين للدهوك، وتقريبا دزينا 38 حالة وراء ما كملوا المدة القانونية 14 يوم وإجراء الفحوصات وطلعت سلبية، رجعوا لبيوتهم. بالنسبة للعقرة حاليا عندنا محجر صحي ويضم كمجموع الذين دخلوا 97 واحد، والوقت الحالي فقط ثلاث حالات موجودة، اثنين منهم جايين من أرمينيا وتقريبا صار لهم 9 إلى 11 يوم موجودين بالمحجر، والفحوصات الأولية طلعت سلبية، وإحنا بانتظار النتائج النهائية والفحوصات النهائية، وإذا طلعت سلبية راح يرجعون لبيوتهم ويكملون 14 يوم إضافي بالبيوتهم. أشكرك دكتور صالح. نعم، كما ذكرنا منذ اليوم الأول في هنا في مدينة أكري، اللجان التابعة لمديرية صحة مدينة أكري أيضا لجان القائمة مقامية كانت متابعة لكل صغيرة وكبيرة هنا في مدينة أكري. هذا الجل ما لدي حتى الآن هنا من مدينة أكري. وننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى محافظة السليمانية لينضم إلينا منها مراسلنا شيار محمد. شيار، حدثنا عن الإجراءات في المحافظة وكيفية تعامل المواطنين ومدى التزامهم في سبيل منع تفشي فيروس كورونا. نعم، نعم محمد، مساء الخير عليك وعلى رفاه وعلى كل متابعين ومشاهدين زاغروس العربية. طبعا السليمانية يوم آخر يمر عليها هنا دون تسجيل أي حالة إصابة في حدود محافظة السليمانية، كما أعلنت مديرية الصحة في المدينة بالتزامن مع ذلك عدم تسجيل أي حالة شفاء حتى الآن، ليبقى العدد كما هو 7 من المرضى راقدين في مشافي المدينة السليمانية ومحافظة السليمانية يتلقون العلاج من فيروس كورونا. المشافي التي تعالج هذا الفيروس هم 3 مشافي هنا في المدينة، إضافة لذلك تستمر مشفى علي ناجي المتخصص بإجراء الفحص وأخذ يعني العينات من المواطنين بشكل عشوائي، وأيضا العينات التي ترسلها مديرية الصحة إلى يعني تستمر في إجراء هذه الفحوصات كل يوم تقريبا يعني ما يقدر بين 200 إلى 300 فحص تقوم به مشفى علي ناجي في هذا الوقت بالتحديد. أيضا بالنسبة لي يعني استمرار غلق المساجد خلال شهر رمضان، إضافة لذلك يعني هناك دعوات من بعض الطلاب الجامعة يعني تغيير أو تعديل السيستم الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان من أجل أو الدراسة بشكل أونلاين أو الدراسة الإلكترونية. أيضا لجان القائمة المقامية تراقب السوق، سوق مدينة السليمانية، من أجل يعني عدم تلاعب بالأسعار في هذا الشهر الفضيل. وأيضا يعني هناك بعض الحملات محمد يعني ليس كما جرت العادة طاولة إفطار جماعية، وإنما إيصال الإفطار إلى المنازل العوائل المتعففة، وأيضا يعني المؤسسات المدنية والخيرية وعلى رأسها مؤسسة برزان الخيرية تستمر بهذا الأمر على يعني على مدار الساعة من أجل يعني العوائل المتعففة الذين لا يستطيعون تأمين حاجياتهم وموادهم الأساسية والغذائية. إضافة إلى ذلك محمد، فإن مدينة سليمانية طرحت العديد من الإجراءات أو سهلت قليلا من التعليمات الصارمة التي اصدرتها في ما سبق خلال هذه المرحلة، وبدا يعني استمرار الحظر الليلي ولكن بتقليص، يعني بدأت الحظر الليلي من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل في مدينة السليمانية. أيضا هناك بعض الإجراءات الوقائية يعني شددت من إجراءاتها الوقائية هنا في مدينة السليمانية، وخاصة للمحال وأيضا يعني بعض المولات التي بدأت تفتح هناك محلات في المولات الكبيرة، ليس المول بشكل عام ولكن هناك بعض المحلات المواد الأساسية والماركتات داخل المولات تبيع المواد الغذائية والمواد الأساسية وحاجيات المواطنين، شددت من إجراءاتها الوقائية وأيضا شددت من إجراءاتها الوقائية داخل السوق المركزي. إضافة لذلك حتى الآن تستمر حملات التعفير والتعقيم بعد الساعة 6 مساء في السوق المركزي، ويعني حملات التعفير والتعقيم للسوق بشكل دوري. إضافة إلى ذلك تقوم يعني عمال البلدية وأيضا عمال الدفاع المدني
بتنظيف السوق وتنظيف وتعقيمه خلال ساعات الليل السابقة. يعني بالمجمل محمد أستطيع القول أن هذا أهم ما يجري اليوم في محافظة السليمانية. نعم نعم، شكرا لك شيار محمد، كنت معي مباشرة عبر الصوت والصورة من السليمانية. إذن مشاهدينا من السليمانية إلى محافظة دهوك، وينضم معي من هناك غسان خضر. أهلا بك غسان في نشرة الأخبار هذه. غسان، هل لك أن تحدثني عن آخر الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة دهوك، وهل هناك إصابات سجلت خلال 24 ساعة الماضية؟ نعم غسان، إن كنت تسمعني تفضل. نعم، مرحبا رفاه ومرحبا بك محمد. آخر إصابة سجلت في محافظة دهوك كانت قبل 11 يوما. نعم. يعني نقترب من أسبوعين، وبالتالي يعني قد نشهد في اليومين المقبلين أو الثلاثة أيام المقبلة خروج الإصابات المتبقية في البعض. يعني كما هو معلوم دهوك سجلت 15 إصابة كلها شفيت، ولكن بعد ذلك سجلت 4 إصابات أخرى. إذا الآن هناك تقريبا 700 شخص لا زالوا داخل الحجر الصحي، هناك تقريبا 20 مركزا للحجر الصحي قين من تم حجرهم ايضا في الحقيقه 12 ليلا، ولكن جعلته من الساعه 7 وحتى الساعه 12 مد، يعني قلصت حظر التجوال ساعه واحده بالتزامن مع شهر رمضان. ايضا هناك في محافظه دهوك الحقيقه المدارس اليوم تعد مجموعة أنظمة بعد أن أطلقت وزارة التربية في حكومة أقليم كردستان التعليم الإلكتروني، وبالتالي هناك اليوم يعني حركة في المدارس والجامعات، يعني يسعون للتواصل مع الطلاب والبحث عن صيغة من شأنها تعوض يعني الأشهر التي يعني ذهبت منهم بعد فرض حظر للتجوال. أيضا في محافظة دهوك يعني في الخامس من هذا الشهر يفترض أن يعني يكون هناك حل للمواطنين العالقين، هناك مواطنين من محافظة دهوك ولكنهم عالقين في محافظة أخرى. خلية الأزمة في محافظة دهوك قالت بأنها بعد الخامس. جامعة زاخو تعلن عن تطبيق النظام الإلكتروني عن بعد لطلابها، ولمعرفة المزيد حول هذا النظام ننتقل وإياكم إلى زاخو وزميلتنا نجلاء السندي. نجلاء أهلا بك، تفضلي. نعم، تحية طيبة جميع مشاهدي ومتابعي قناة زاكروس العربية. نعم، أنا حاليا داخل حرم جامعة زاخو، تلك الجامعة الفتية التي تأسست عام 2010 بعد قرار غلق جامعات إقليم كردستان من قبل خلية الأزمة في حكومة إقليم كردستان يعني لمنع انتشار فيروس كورونا. وجامعة زاخو تحاول إعداد برامج تفاعلية بين الطلبة والأساتذة، والتي تعد يعني ثمرة النتاجات لسنوات العمل لتلك الجامعة الفتية التي تحاول تطوير برامجها التكنولوجيا يعني لوصولا الى مستوى الجامعات العالميه. جامعه زاخو باتت اليوم خاليه من المقاعد الدراسيه من قبل الطلبه، فهي تحاول اليوم تفعيل خطه بديله للتعليم الالكتروني، حيث تم اليوم تطبيق التعليم الالكتروني عن بعد بتطبيق او تفعيل اول محاضره يعني للمحاضره لتقديمها للطلبه عن طريق تلك النظام الالكتروني. والحديث اكثر ينضم معي الدكتور ياسين طه يعني رئيس مساعد جامعة زاخو، حدثنا أكثر عن تلك الإجراءات. نعم، صراحة جامعة زاخو تتبنى النظام الإلكتروني منذ أكثر من 3 سنوات، والذي هو كان داعم لنظام التعليم داخل الحرم الجامعي، ولكن حاليا سيتم الاعتماد أكثر على هذه التقنيات الحديثة، لأنه صراحة جامعة زاخو الآن تستعمل بلاتفورم إيلينك بلاتفورم اللي هو المودل، برنامج المودل اللي هي برنامج أو سيستم محاكاة يصير بين الطلبة وبين الأساتذة، وكل أستاذ وكل طالب مشترك في هذا السيستم في هذا البرنامج، وذلك عن طريق الإيميلات الجامعة. بهذه الطريقة نستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر إكمال السنة الدراسية، وذلك من أجل مصلحة الطلبة لإكمال السنة الدراسية. شكرا جزيلا دكتور. نعم، جامعة زاخو تحاول أو فعلت هذا النظام، نظام الموديل من خلال التعليم الإلكتروني عن بعد، حيث جامعة زاخو منذ أكثر من 3 سنوات وهي تطبق النظام الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من 10,000 بريد إلكتروني للطلبة. جامعة زاخو منذ أزمة كورونا وهي تحاول يعني إيجاد خطط بديلة لعدم ضياع
السنة الدراسية، حيث تم يعني مجلس جامعة الزاخو انعقاد 3 اجتماعات عن طريق النظام الإلكتروني عن بعد لمواجهة تلك الأزمة وعدم ضياع السنة. كذلك تم انعقاد أول اجتماع للأساتذة الجامعة يعني للتحضيرات للتفعيل